الفنادق التي اختيرت بالنسبة لاحتواء هذا الإجلاء والمواطنين هي الفنادق التي تمت كذلك في السابق، اللي تمت في السابق وهي مازافرون للطاقات تاعو الكبيرة اللي هو اللي يأخذ تقريبا حوالي 800 سرير. كذلك لدينا طاقات أخرى، عندنا الفندق على مستوى سيدي فرج اللي هو فندق المرسى لو بور لوتيل دو بور ولا ريزيدونس مارينا. ممكن جدا نروحوا للفنادق الاخرى في حاله ما اذا ترتفع عدد الرحلات اللي تجي من اوروبا او من دول اخرى. يعني طاقات موجوده حاليا على اساس اننا في حاله ما اذا رفع عدد الرحلات راح يكون فنادق اخرى اللي تكون في نفس المستوى، واغلبهم سي 3 ايطوال 4 ايطوال. يعني من ناحيه هذه الفنادق رممت بكاملها وهي في يعني وضعيه ونوعيه جيده. رممت مثلا لوتيل تاع البور اول مره راح ندشنوه وراح يدشن مع المواطنين، يعني لا ريزيدونس لا مارينا نفس الشيء رممناها اول مره راح يدخلوها المواطنين اللي جايين من المواطنين الجزائريين اللي يجيو من فرنسا. يعني المبلغ الإجمالي في من البداية كان 50,000 دينار جزائري. 50,000 دينار جزائري، كانت 9,000 دينار جزائري بالنسبة للفندق، وكان 4,000 للتستونتيجينيك، وكان 1,000 دينار للنقل. ولكن بعد قرار رئيس الجمهورية على أساس تسهيل وكذلك يعني بولو كونفور دو سيتويان الجزائريان، خذ قرار على أساس تخفيض على كل المستويات، أصبح من 50,000 إلى 33,000 دينار جزائري. كيفاش سوك دي كومبوز 33,000 جزائري؟ 31,000 جزائري بالنسبة بونسيون كومبليت على مستوى الفنادق العمومية، وهي فيها تقريبا حوالي 6,200 دينار جزائري، أي بمعنى العملة الصعبة حوالي 25 أورو. يعني ياكل عنده الديجني لو ديني اي لو بتي ديش بلوس لي برجمون. احنا عندنا عقد مع الخطوط الجويه الجزائريه، هي اللي شيف دو فيل، هي اللي تاخذ كل هذاك، ومن بعد هي اللي تسدد هذه الاشياء كلها، الفندق واللابوراتوار والنقل. لو سيل تيست انتيجينيك سا سارا دو لو ديرني جور، لو ديرني جور سي لو سانكيام جور، اي دونك كونت سا سكونفيرم بلي لي نيجاتيف لو سيزيام جور يدي برون سان ديبار، يعيط العائلات تاعو يجيو يديوه. اما في حاله ما اذا ظهر عنده الي اتان دونك دو كوفيد سي تان مالاد، يلورا ان بين بريزون سار سانيتار او نيفو دو لوبيتال. عمليه الاجلاء هذه تاع المواطنين لا تؤثر على الموسم الصيف، لان عندنا مركبات اخرى كسات لا كورندور ومركبات اخرى بامكانها انها في بجايه في المنتزه في سيرالدي بامكانها انها تكون لحجز الحجوزات كامل، والعطله الصيفيه تتم في ظروف طبيعيه. كل شيء تركب على المده وعلى العدد. اذا المده راحت لجوي فان جوي طبعا راح ناخذوا من بعض الفنادق، الى حبست فان جوان طبعا الموسم الاصطياف بدا. ولكن نفرقوا بين موسم الاصطياف والاجلاء، يعني عمليتين مختلفتين وما تاثرش على موسم الاصطياف.